الحيوان كيبقى حيوان، خاصنا ديما نردو البال منهم. واحد السيد سميتو ترافيس ديفيس هو ومرتو تبنى واحد الشمبانزي باقي صغير وسموه مو. فاش كانت عندك الشمبانزي 20 عام فرضات عليهم الدولة يديوه لشي حديقة الحيوانات حيت خطار يبقى هكا كيدور في وسط الناس. وكمعلومة القوة ديال الشمبانزي واحد بالغ كتعادل القوة ديال 3 حتى 5 ديال الرجال صحاح. المهم المور ما داوه كانوا كل مرة كيمشيو يزوروه وكل مرة كيديو ليه شي ماكلة، وداك الشمبانزي الاخرين اللي كانوا تما كانوا كيشوفوهم كيتهلاو فيه غير هو بوحدو وما رضاوش. واحد النهار في عيد الميلاد ديالو داو ليه الحلوه حتى للحديقه باش يحتفلوا معاه، وهما جالسين وفرحانين هجموا عليهم جوج ديال الشمبانزي كانوا كيشوفوا فيهم. مشاو نيشان عند ترافيس وما خلاو فيه حتى حاجه، قطعوا ليه النيف الودنين صباعو كاملين الجلده ديال وجهو حيدوها ليه، داروا ليه 60 عمليه ونجا ولكن وجهو تشوه كله. ومن مور ما ولا مزيان عاوتاني بدا هو ومرتو كيمشيو لداك الحديقه باش يزوروا داك الشمبانزي. حتى لواحد النهار اختفى في مره، والناس اللي خدامين في داك الحديقه قالوا انه حلق في الليل ومشى دلع في الغابه وحتى واحد ما عرفو فين كاين.